السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنتكلموا على بزاف ديال الامور كتهم المسلم، الا وهي الاخلاص. والاخلاص كما تعلمون ان تعبد الله وان تبتغي في عبادته سوى مرضات الله، وان تكون عبادتك خاليه من الرياء، وان تبتغي بعملك رضا الله. وكما تعلمون الاتباع أن يكون العمل وفق لما أمر وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالي من البدع، فما كان من البدع التي ليست في القرآن ولا في الصحيح السنة فإنها وإن قالها ومن قالها وعمل بها من عامل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، يعني ما تكون لا من حسنات لا من عمل صالح. البدع كما تعلمون بدع هي بحال الحاجة ما كانش يدير الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا ابتكرناها هادشي من البدع. وبزاف ديال البدع كنشوفوها، الله يهدينا الله يهدي ما خلق. وإلى هنا نصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك لايك تفعيل الجرس، ومع السلامة.